واديت للهندسة كمان زي ما اديت للتمثيل. اه طبعا. ايه بقى احكي لنا على جانب الهندسة ده اللي احنا ما نعرفوش، يعني حضرتك لحد دلوقتي حتى بتاخد معاشك من الهندسة. الهندسة دي حاجة يعني حاجة جميلة جدا. ميكانيكا، اه ميكانيكا، هندسة ميكانيكا. ميكانيكا انتاج، اوه وانا كنت متزاني دفعة في قسم ميكانيكا انتاج، وكان استاذي استاذ حسن فهمي ابو فريدة فهمي. وعايز اقول لحضرتك كلمة هندسة دي مش سهلة. لا طبعا انا عارف، ودايما المهندسين بيبقوا شايفين نفسهم قوي، لا يحسوا نفسهم حالة كده. حالة، لان يعني انا على ما اتخرجت خدت حوالي 5 مليون قانون عشان ابقى مهندس. ايوه، والهندسة كمان فن وخلق، ما هو ايوه بتخلق حاجة يعني انا مختلف. الترابيزات دي قدامي دلوقتي ممكن اعمل لك بيها كذا حاجة وانا كمهندس. غير كده التاني ممكن يعمل اي حاجة، لكن انا مهنتي التنظيم، التخطيط، الاختراع، الابداع، الابداع، القيادة. المهندس كمان قيادة. مهندس لوحده كده لازم يبقى معاه كرو يعرف يقوده. وده اللي قابلته اول ما اتخرجت، تعبت جدا. انا اشتغلت في مصنع 63 حربي، ومسكوني ورشة العدة. يعني ايه ورشة العدة؟ اللي بتعمل الاسطمبات اللي بياخدوها في الماكينات تطلع الالومنيوم والنحاس. يعني منظم بوتاجاز مواسير كذا. فورشة العدة دي كانت الام بتاعت المصنع. عندك 144. فانت كنت انت ما زلت يعني كنت من قريب لغايه قريب تشتغل لغايه سن 50. لغايه سن 50 مع التمثيل. اه وكنت مواظب عليه. يعني انت كمان درست حقوق. هقول لحضرتك حاجه، السيره الجميله اللي انت حضرتك بتكلمي عليها دي اتصورت فين؟ في اسكندريه. تمام. في مسرح سيد درويش اللي هو الاوبرا دلوقتي بتاع اسكندريه. طب انا مهندس في مصر. اه صح، هتاخد اجازه؟ فاركب 4 على 3 بتاع القطر. ها القطر 4 على 3 اوصل اسكندريه، انزل اخد تاكسي اروح فين؟ المسرح. المسرح. الراجل الفراش بتاع المسرح ليه حته بلاتفورم كده صغيره بيصلي عليها، انام عليها شويه، نبتدي الروايه، نخلص الفصل بتاعي اللي هو بعد المشهد حضرتك بتشوفيه بتاع الفصل الثاني. اخرج كان معايا اخد من هناك تاكسي اروح فين؟ فين؟ اروح اكل لقمه في ميدان كام شزار، سندوتشات كده. واخد تاكسي اروح فين؟ مصر. لا محطة القطر. اركب قطر الصحافه، انزل 7:30 تقريبا عشان تروح الشغل. مصر. اخد بعضي تاكسي اروح فين؟ الشركه. ابقى انا اول واحد داخل المكتب. بس دي حياة صعبة جدا. هكذا كل يوم. تفاصيل. بس كنت سعيد بيها. أكيد طبعا. وفي أيام لما بركب 4 إلا 3 ماليش مكان، كان عندي كان بيتعامل كارنيه بتاع القطر. ب 12 جنيه الكارنيه أياميها. أخش ماليش مكان أعمل إيه؟ أقف في الآخر خالص وقدام الكراسي، أبقى أسند ظهري على الحيطة وقدام الكرسي واقف كده، وأنام فتحة ممكن أنام. لا يعني لا بس انت شقيت. اه طبعا. مش سهله يعني. لا مش سهله ازاي؟ سهله ازاي؟ طيب